على بركة الله. السلام عليكم معالي الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير معالي الشيخ. الحمد لله نحن متوجهون بكم صوتنا صورة اليوم. أحسن الله إليكم وأقدركم معالي الشيخ. هذا الريبوت التوجيهي الذي هو بقيادة معاليكم وتوجيهاتكم ودعمكم اللامحدود، ونحو أن تكون هذه الرئاسة في منظومة ذكية متمثلة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. جزاهم الله خيرا. نحن اليوم في تدشين هذا المشروع الذكي التوجيهي الذي يستثمر اتقان الذكاء الاصطناعي في إيصال رسالة العلم، التعليم والتوجيه والإرشاد والإفتاء من خلال هذه التقانة لضيوف الرحمن ولقاصدي الحرمين.